يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون ومائتين وواحد وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائتين واربعة عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم تسعمائة وثمانية وستين ألفاً واربعمائة وستة أشخاص